شحال بيكون من أسرة في هاد البلاد اللي كاين هنا في هاد حي البركة؟ خمسة د الأسر. حصاكم ولا مازال؟ باقي ما حصاوناش. وشين المشكل اللي عندكم دابا؟ المشكل اللي عندنا قال لك السميري يبغى الطرف هذا وما عطاونا ما والو. يعني جا فيكم بلان باش يدوزو فيكم الشارع؟ بلان الشارع وما عبري السميري يبغى الطرف هذا وما عطاونا والو. وشنو قلتوا لهم انتم؟ تفاهموا معنا عطاونا اللي كنطلبوا وريبوها. هاي شنو كنطلبوا انتم؟ كنطلبوا احنا خمسة د الخشبينة خلقوا ترابي هنا. شحال من واحد كان هنا ساكن وخرج بقى ولد الفار شحال الفار والشوك وكذا خرج كرا خمسة د الناس كله في كاري كرا ماشي ساهل ماشي مشكل. دابا على غفله شحال دابا راه الضغط ديال شي المهم مده طويله هما واخا اليوم غدا حتى الساعه سمحنا قلنا خليهم تيجيو على خاطرهم. دابا جات هاد الساعه ديجاو جاو ما قالك ما عطاونا ما والو حيدنا هاد الطرف هذا اللي من واشمين هذا حيدونا باش يدوزوهم الطريق ديالهم. وبالنسبه للحي كامل حصى ولا كنتي اللي مازال لا حصى والحي كاين اللي تحصى هنايا وكاين اللي بنا وكاين اللي باقي كيتسنى بلان كله وشنو كيتسنى. وانتم شنو المشكل اللي واش علاش بالضبط ما حصوكم شي شنو هو المشكل فين كاين المشكل؟ المشكل في كاينه المهم اللي كان الاولاني هنايا الشيخ ولا اللي كان الاولاني هنايا ما بقاش ما حصى وقع على شي واحد فيه الوادي الكبيره هي اللي حصاوها بحال نقول لك جاو على غفله جاو على غفله قال شكون اللي في الدرق قال انا جبرت الكارت ديالي قايدوها مشات بحالها مشاو بحالو بقات هايدك شكون اللي محسي قال في الوادي ديالك بوحده كيفاش الوادي وحنا ست الخوت ولا خمسه د الخوت مرا كبيره ما تعرفش مرا كبيره فوقاش شنو سنه هذه باش حصاوها شنو سنه؟ ونقول لك 2002 ما وقعت لا مراجعه ديال الاحصاء لا والو ما ديك الساعات ملي نتوما عرفتوا ما اتصلتوا ما درتوا حتى شي شي حاجه لا والو حنايا قلت لك ملي كيجيو هنايا كنهودوا لعندهم كنقولوا ما شنو كاينه واش كاينه. ودابا كيفاش انهم بغاو هاد الطرف هذا من البراكه هما اللي يزولوه باش يدوزوا الشارع يعني علاش ما زولوش البراكه كامله؟ ما فهمناش هاد الشيء اللي ما بغيناش نفهموا هاد الشيء اللي دابا حنا خصنا نفهموا. دابا حنا كنقولوا لهم ما تلقاوش معنا الصعوبه حنا كيقولوا بحق لا تقول ما عطيناش هنايا ماشي مشكل كاع ما عطينا هنايا جلس معنا وتفهم معنا وعطينا في الماء باش اذا انتم كتعترضوا باش يزولكم براكه لان انتم ساكن فيها عندكم فيها السكنه الداخل عندنا فيها ماشي سكنه وحده عندنا حنا راه خمسه د الخوت خرجوا من هاد الدار هادي كبروا فيها دابا الصغير فيهم راه عندك 40 عام خرج كاري وكلا شحال ديال الافراد اللي ساكنين هنا شحال ديال الافراد الاسره اللي ساكنين هنا خمسه د الخوت خمسه د الخوت كانوا هنا كبروا هنا يخلقوا في الدار هذه وكبروا هما باقي لدابا دابا هما كاريين كاملين خارجين كاريين نقلبوا عليهم نلقاهم كاملين كاريين والله ما هذا منكر ما يطلعش ما يمشيش كري ورا الشوك هذا راه كيخرج عندنا الحيه قد دايده شنو كتخرج من هنا والله شي الحيه قد دايده من هنايا في هذا البرا كتخرج الفرقه بنادم هو اللي ساكن هنايا بنادم كيكبروا ولادو والله يا اخي انت تجي طيب ما يمكنش قلب جلس مع بنادم وقلب وعرف واش هو هاد البلاد واش عنده شي تاريخ واش عنده كذا وعاد اجي ريب ماشي اجي ريب ما يمكنش ما كايناش اذا انتم كتعترضوا لانه ما حصاكم شي وفي نفس الوقت يعني جاو يزولكم بلا ما استفدتوا يعني من البقعه ولا من شي بقعه ولا شحال هادشي اللي كنطلبوا ما حلوش المشكل ديال السكن ديالكم ما يعني ما حلكمش المشكل السكن ديالكم ما حلوناش المشكل انتم الاسره ديالكم شنو سميتها؟ ها؟ الاسره ديالكم شنو سميتها؟ وسعيد شحال هادي انتم ساكنين هنايا؟ فين هنايا؟ شحال من عام؟ من الديبار من الاول من الاول شحال نقول لك راه قبل ما نخلق انا راه انا قلت لك دابا انا يعني هاد الحي هذا عنده اكثر من 50 سنه باش هو الوالده ديالي دابا راه عندها نقول لك كدا 40 خلقت هنا في هاد الارض هادي بقات في هاد الارض هادي مي وقع دابا هادشي ديال الهزان دابا مابقيتش عاقل شحال دابا وقع هاد الهزان هادو صافي بقى كيدخل لنا هنايا الحياه بقى كيدخل لنا هادشي هذا وبدا متفرق كله فين مشى